أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل النجوم في آية في جملة مستقلة، ولم يعطفها على الليل والنهار والشمس والقمر، بل جاء بجملة مستقلة وقال والنجوم مسخرات، مع أن صدر الآية وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، ولو قيل في غير القرآن والنجوم لكانت ماشية. فما السر في أن الله خص النجوم بجملة مستقلة وأعاد فيها كلمة التسخير والنجوم مسخرات؟ لماذا؟ قال لك لأن الشمس والقمر آيتين ظاهرتين واضحتين، كل واحد بيشوفه، هما اتنين محصورين وواضحتين، كل يوم كل يوم بنشوف الشمس، كل في الأيام القبلية بنشوف القمر. لكن النجوم لكثرة عددها وإحصاءاتها، وأن منها منازل بعيدة لا يصل إليها ضوءها في ملايين السنين، دي مسألة محدش يعرفها ويمكن ما نلتفتش إليها، فالله سبحانه وتعالى خصها بهذا حتى نتبين أن لله سر في كل ما خلق بين السماء والأرض. والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبه إلى أن تركيبات الأشياء التي تنفعنا مواجهة وراءها أشياء تخدم هذه الأشياء، هذه الأشياء. وضربنا مثل بكباية النور اللي بتاخد النور، وبعدين نروح للعداد، وبعدين نروح للكبانية، وبعدين نروح للشركة. إذن فوراء الأشياء إيه؟ أشياء يسلم بعضها لإيه؟ لبعض. المحراش اللي بنحرس به الأرض مثلا وراءه أشياء كثيرة جدا، وراءه ناس قعدوا ينقبوا في مواد الأرض علشان يطلعوا للحديد ويجمعوه ويخلصوه من الشوائب ويصهروه، وبعدين وراءه ناس يقعدوا يهندسوا السلاح ازاي يبقى له حد كده ويبقى مش عارف ايه، ووراءه مصانع ووراءه مهندسين. وانت تشوف الشيء الواحد وراءه عملية ايه؟ فقال لك والنجوم مسخرات بأمره. واستشهدنا بقول الحق سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن من الآيات هي الأمور العجيبة التي يجب أن لا يمر عليها الإنسان مرا معرضا، بل يتأمل فيها. ليه؟ لأن دي تفيدك في أشياء تستنبط منها مجاهيل، هذه المجاهيل تنعمك وتسعدك. وكلمة يعقلون أي إعمال العقل، وإحنا عارفين أن العقل ده له تركيبة خاصة، ان هو يجيب من المحسات ويطلع منها الايه المعنويات، يعني المعلوم ياخد منه ايه مجهول. فاذا وصلت الى المجهول بتسمها نتيجة، تقوم تجعل المجهول ده مقدمة تانية، وتجيب لها مقدمة ثالثة، وتاخد تستنبط دي من دي من دي من دي من دي الى ان تصل الى ما لها نهاية من اكتشاف اسرار الله في الايه في الكون. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. كلمة ذرأ تعني أنه خلق، خلق يتكاثر بذاته، إما بواسطة الحمل من الذكر في الأنثى، وإما بواسطة التفريخ البيضة وتتفرخ إيه تتفرخ بره. والحمل من الأنثى مش بس في الرجل والمرأة، بل في الحيوانات وفي الإيه وفي النبات ايضا. اذا الزرع ليس مطلق خلق، وانما هو خلق متكاثر بذاته. التكاثر بذاته بان يجتمع منه زوجين، والزوجين يطلعوا مثل الايه مثلهم، بس بايه بالذات كده. احنا قول الله خلق ادم الاول كده، وبعد ذلك اخرج منه ايه النسل بتاعه ويتكاثر بذاته. ولذلك عندما قلنا فتبارك الله ايه أحسن الخالقين، قلنا كيف تجمع خالقين؟ خالق يبقى هو الله خالق، ومن الخالق معه حتى نجمع ونقول خالق وخالق يبقى خالقين؟ أم قال لك الله ما ظن على عباده بأن يعطيهم صفة أنهم يخلقون،
ليه؟ لانهم يوجدون اشياء من عدم معدومه. اللي عمل الكوبايه، اللي عمل ديا، اللي عمل الكرسي، اوجد شيئا ايه كان معدوما فاوجده، الا انه اوجد هذا المعدوم من موجود لم يوجد. برضو خدنا الخشب وخدنا المقدام، ما جابهاش هو. يبقى الذي يخلق، وربنا قال احسن الخالقين ودخل ناس ويا من خلقه عشان يبقوا خالقين، قلنا لانهم يوجدون ايه معدوم. لكن الفرق ان معدوما يوجد الا انه من موجود، والله يخلق المعدوم من لا موجود. يبقى احسن ولا مش احسن؟ احسن. وايضا الله الانسان منا حين يصنع اي صنعه، صحن، كباية، ألم، أي حاجة يعمله، وتجمد على صنعته فلا تنمو، ما تكبرش يعني، ما عملش ألم صغير كده وبعدين إيه يخليه يكبر، ولا كباية قد كده وخلها إيه تكبر، ولا عملش كباية ذكر وكباية إيه أنثى علشان يجتمعوا بقى بعض ويطلعوا لنا كبابي. الله، إذن الإيجاد مقتصر عليهم في ذاتهم ومجمدين على هذا، لكن الله يخلق شيئا ثم يكبر وبعدين يخلق منه إيه أشياء اسمها تتكاثر. والحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورا كثيرة لهذه الأشياء علشان يعطينا معاني. مثلا يقول إيه، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إيه؟ كمثل حبة أنبتت إيه سبع سنان في كل سنبلة. الله، تبقى كام دي؟ 700 حبة واحدة جابت ايه؟ ده بده يرغب الناس في الانفاق. ليه؟ قال لك انا ارغب الناس في الانفاق من طريق ما يحبون. لان الواحد بده يكتر فلوسه، يكتر ماله، يقول له احنا هناخد عشان نكتر لك، هناخد عشان ايه؟ فاياك ام تظن ان الزكاة بتنقص، المية بقت 97.5. ده في ظاهره يختار الله لها اسم ضد، يقول دي زكاة نماء. الله، بقى اللي بتنقص تبقى زكاة، والربا اللي بيزود يبقى محق. قال لك ايوه، شوف الحكمة، اللي بياخد المية عشرة دي تجيب له العشرة دي محق، واللي بينقص المية 2.5 زكاة تبقى زكاة. ايه الحكاية دي؟ ليه كده؟ ام قال لك لانه يعلم ان الانسان دائما هيك حريص على ان ينال من الخير، وحرصه على ان ينال من الخير غريزه مركوزه فيه علشان عمار الكون. نقول له ايه ايه احرص واجمع، اد انت هتشتغل، ولما تشتغل تشغل ناس تانيين وتبقى لك موهبه كده ومش عارف ايه، وتجيب ناس بلا مواهب تدي لهم رزق وتدي لهم ايه، اعمل يا اخوي. الله، يوم يرغبه في اننا لا ننقص منك شيئا، ولكن ناخذ منك لايه؟ لنزيدك. واحنا ضربنا مثل، قلنا الراجل اللي هو على مخزن الغلة عنده وينقص المخزن كيلو، الاحمق من العيال يقول له انت هتنقص المخزن كيلو يبقى ما عندناش الا مش عارف ايه، ما انا هزرعها علشان تجيب لي اسباب، يبقى انا بنقص عشان اعمل ايه؟ يقول له ما دام الحكايه كده خد يا اخويا ازرع، وازرع لك كمان كيلو. اذا ربنا بده يرغب الناس في ايه؟ في الانفاق، بواسطة نفعية للإنسان مجبول عليه حتى الآخرة. يقول لك اعمل كده عشان نديك كده، اعمل دي عشان نديك. إذا هي نفعية ولا مش نفعية؟ بس نفعية عالية. نفعية إيه؟ نفعية عالية، مش نفعية واطية بتاع الدنيا، لا تاخدها في الإيه؟ في الآخرة. فيقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أدي واحدة أنبتت كام؟ أدي زرع، يبقى خلق خلقا متكاثرا بذاته. رميت الحبة في الارض كده وبعدين جت رويته قامت طلعت ايه؟ وبعدين طلعت، يبقى دي زرع، خلق خلقا متكاثرا بايه؟ بذاته. تقوم الحبات تبقى 700. ربنا بيقول اهو ده الارض وهي مخلوقة لي. الارض مخلوقة لمين؟ تعطيها حبة فتعطيك 700. فاذا كانت الارض المخلوقة لي تضاعف لك، فكيف لا اضاعف انا؟ شوف التشويق بقى، التشويق للعطاء. والارض اللي مخلوقه لي بتحط لها حبه تديك 700، ابقى انا اعمل ايه بقى؟ ده انا ضاعف لمن شاء.
يبقى وما زرأ أي وما خلق خلقا متكاثرا بإيه؟ بذاته. وما زرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. اختلاف الألوان وتعدد الأشياء دي دليل على طلاقة القدرة في أنها لا تخلق على نمط واحد. اللي بيعمل كوبايات يعمل قالب واحد لكوباية مش كده، وبعدين يعمل ايه؟ يطلع الباقي على ايه؟ لكن بقى اللي عنده طلاقة قدرة يجيبها على اي لون وعلى اي شكل وباي حجم. الله الله الله. يبقى اذا تعدد الالوان طلاقة مين؟ طلاقة قدرة، مش حاجة محكومة تعمل. لما اللي يحددها تحديد الايه؟ تحديد القدرة. مختلف لذلك الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الايه؟ الصورة في قول الحق سبحانه. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إيه؟ ثمرات. مش كده؟ لا لا، فأخرجنا به إيه؟ من الثمرات ومن إيه؟ ومن الجبال إيه؟ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إذن بيجيب الشيء الواحد ويعمل منه إيه؟ حتى الجماد تبص تمشي في الجبل تم تلاقي جبل ايه؟ غرابيب وسود، وتلاقي احمر وتلاقي اصفر وتلاقي طبقات ومش عارف. ولذلك سماها جدد. الجدد هي الخطوط المستعرضة اللي انت تشوفها فاصلة طبقة عن ايه؟ عن طبقة. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب وسود، ومن الناس ايضا ومن الدواب ايضا مختلف الوانه كذلك. انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء انهم بقى هم العلماء بتوع الدين وبتوع الفقه وبتوع التفسير والحديث وبتاع؟ لا، العلماء اللي هم متركبين على دي، اللي بيبحث في النبات يشوف ليه دي اختلفت ودي عملت وازاي دي جت ودي راحت ودي مش عارف ايه، واللي بيبحث في الجماد واللي بيبحث في الدواب. الله. اذا شملت كل علوم الحياة ولا لا؟ اذا فكلمة علم معناها ايه؟ ام تقف على قضية كونية، كونية مركوزة في الكون أو نازلة من المكون مباشرة. اللي نازل من المكون مباشرة التكليف. ولذلك التكليف دي هو ده بتاع العلماء بقى، بتاع العلماء اللي احنا بنقول عليهم العلماء، يعني خصنهم بهذا الاسم. وليه خصوا بهذا الاسم العلماء اللي يبحثوا عن التكليف والحكم والشرع ومش عارف ايه؟ أم قال لك لأن دي كل العلم اللي انت بتشوفه ده في النبات ولا في الجماد ولا في الحيوان ولا حاجة، دي بيعطيك ايه؟ بيعطيك فقط الدنيا، إنما العلم التاني هيعطيك الايه؟ الاخره. يبقى كلمه العلماء شاعت على دول، انما العلماء يجب ان تنتظم كل ايه؟ كل من يبحث بحثا يستنبط منه معلوما من ايه؟ من مجهول، ويجلي اسرار الله في خلقه. يجلي اسرار الله في ايه؟ في خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفرق في هذه المساله فرق واضح، عشان علماء الدين اللي عارفين الاحكام علماء احكام ما يضعوش انفهم في كل حاجة، ما يجيش لعالم نبات وعمال طفحان الدم بيعمل نبات ولا بيبحث في الكون مش عارف ايه في الجغرافيا ومش عارف ايه، وبعدين يقول له لا انت دي ما ينفعش ده كفر. واحد تقول لك ده طلعوا السماء بالمش عارف، يقول لك لا ده كفر، ده الارض كرة يبقى كفر. يقول له يا اخوات الدين ماليش دعوه بالحكاية دي خالص. الدين بيتعلق بايه؟ بالحكم التكليفي الصادر من الله، ان فعلته اسبت وان لم تفعله تعاقب. ولذلك لما نهى رسول لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم يلقحون النخل بيقبروه، يجيبوا طلع الذكر يحطوه لمين؟ للانثى. ماذا تصنعون؟ والله بنلقح النخل، بناخد من الذكر وندي لمين؟ للانثى. قال لو لم تفعلوا لصدق. ايه يعني بلاش؟ وبعدين ما فعلوه، سمعوا كلام أم النخل ما جابش، شوف قبلها على نفسه. وبعدين قالكم أعلم بشؤون دنياكم. الله أكبر. يبقى أنتم أعلم بالأمور التجريبية المعملية. العلماء التانيين ما لهمش دعوة، اوعوا تسمعوا كلامهم. وإلا الذي حجز الحضارة العالمية وأخرها إلى الآخر إيه؟ ما هم كانوا بيحضروا على العلماء. واحد يعمل بحث مثلا كده يقول لك ايه يا كافر ايه اشنقوه اعمل، لا نقول له اسمع انت تتكلم هنا فيما ايه؟ فيما يطلبه الله من خلقه تكليفا، ثم دع الكونيات كل واحد معمله هو ليه ايه الى ايه قضيه. لان المعمل مش هي ايه؟ مش هيجان المعمل مش هي ايه؟ اللي هيدخل المعمل بهوى ما يجيبش نتيجه خلاص، وهو
من حنان الحق سبحانه وتعالى على خلقه يقول أنا عايز الناس تبحث في أسرار الكون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول لك ما تعرضش عن أي آية، شوف الآية دي ودي ليه وعملت إيه علشان تستفيد إيه، تستفيد منها وتسري حياتك، تسري يعني تسري إسعاد حياتك بمبتكرات الإيه، بالمبتكرات التي تبتكرها. فالنبي راح وضع الوضع وقال أنتم أعلموا بشؤون إيه دنياكم، إنما الأمر اللي يتعلق به حساب الآخرة يبقى ده بتاع العلماء التانيين بقى اللي يعرفوا الايه، يبقى كل واحد يلزم ايه، كل واحد يلزم حده. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآيات لقوم يذكرون، يعني يتذكرون شيئا مجهولا بشيء معلوم، تطلع ايه لآيات لقوم ايه، لآيات لقوم يذكرون. وبعد ذلك يعود إلى التسخير. كلمة التسخير دي شائعة، وهو الذي سخر البحر. ولذلك بعض الناس طلب منا أننا ما نمرش على بعض الألفاظ اكتفاء على أننا شرحناها في دروس سابقة، لأننا زي ما قلنا أن جمهورنا متعدد مش جمهور واحد. فبنقول إيه وهو الذي سخر، إيه التسخير بقى عشان نفصل فيها كده، ما هو التسخير؟ التسخير هو إيجاد الكائن لمهمة لا يستطيع الكائن أن يتخلف عنها، يعني ما ليش اختيار في أدها ولا ما يأدهاش. طب والاختيار؟ إيجاد الكائن لمهمة يصح أن يفعلها ويصح أن لا يفعلها، هذا إيه؟ يبقى فهمنا التسخير وفهمنا الإيه؟ يبقى التسخير إيجاد الكائن لمهمة، هذه الغاية من إيجاده. هذه المهمة الكائن نفسه ما يقدرش ما يعملهاش، يبقى لازم إيه يعملها. وإحنا قلنا إن الكون كله قبل ما يجي الإنسان كان مسخر لخدمته. هل وجدنا شيئا من المسخرات تخلف عن مهمته؟ الشمس مرة ما عجبهاش الناس وقالت والله ما أنت طالع على أولاد الإيه دولي بلاش، ولا القمر ولا الهوى، وابدا تبقى بتؤدي ايه، اللي بتؤدي المهمه دي ايه تبقى اسمها ايه، مسخره ملهاش اختيار. ده كلام على الاول. طب وايه اللي خلى ده مسخر وخلق تاني يبقى مختار وربنا رب الكل؟ اشمعنى ده يبقى مسخر وده ايه وده مختار؟ قال لك لا، انت في ظاهر الامر فاهم ان المسخر ده ملهاش اختيار، ده المسخر له اختيار بس جمعه في شيء واحد، جمعه في شيء في الاول. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها، قلنا لا احنا عايزين نبقى مسخرين ولا لناش دعوة لاننا ما نضمنش ايه، ما نضمنش نفسنا الله. يبقوا هم جمعوا اختيار الدنيا كله في هذه الكلمة، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروا شيء؟ يبقى جمع الله لكل خلقه بين التسخير وبين الايه، الا ان الاشياء اللي ما دون الانسان اخذت اختيارها مرة واحدة وانتهت، فما يقالش انني اقرته لانها هي اللي ايه، هي اللي اختارت وقالت لا فابين ان يحملناها. واحنا كنا قلنا ابين ان يحملناها لأنها قدرت وقت الأداء ولم تقدر وقت التحمل. في فرق بين وقت الأداء ووقت التحمل. التحمل احنا قلنا ايه، واحد يجي لك مثلا يقول لك انا عندي 1000 جنيه يا شيخ وخايف على أنا نفسي افرتكهم وهم مطلوبين ليا من بعدين، فخدهم عندك ايه امانة. معنى امانة يعني مفيش كمبيالي، مفيش شهود، تبقى الأمانة أنت مختار في أن تقر بها أو تنحدها. يبقى الأمانة ولدت مين؟ الاختيار. أنت بقى واحد واثق من نفسك فقلت له ايوه هاخدها ولما تعوزها ايه؟ أديها لك، وأنت ناوي على كده، ثم غلبتك ظروف الحياة. يمكن لما غلبتك ظروف الحياة وقت الأداء يحصل خلاف، يمكن تنكر يمكن حاجة، مش كده؟ فواحد تاني قال لك يا عم وانا ما لدخل نفسي في التجربة ليه، خد يا عم 1000 جنيه بتوعك وروح شوف واحد غير، انا ماليش دعوة. يبقى قدره ان وقت الاداء ما يوفيش بعهد وقت التحمل.
ما يوفيش. فقال لك اهي الاب اهي السماء والارض وما بين الانسان عملوا كده. قالوا ان عرضنا الامانه على الامر الاختيار تبقوا مختارين ولا مش مختارين ولا مسخرين. قالوا لا لا مش عايزين الحكايه دي. ليه؟ لانها قدرت مش وقت التحمل، قدرت وقت مين؟ وقت الاداء. تقدر ولا ما؟ فقالت نطلع من باب الجمال زي ما بيقول. خلاص كده يبقى خدت اختيار على الايه الاولان. الثاني اللي قبل ظلم، ولذلك قال سماه ظلوم وايه؟ ظلوم وجهور. ليه ظلم نفسه يا عيني؟ لانه لما يجي وقت الاداء ولا يقديش تبقى. وجهول لانه برضه ما عرفش الفرق بين ايه؟ بين الاثنين. هو انبسط لما بقى له اختيار. انبسط لما بقى له ايه؟ وديك منعت نفسها من الاختيار. فالظاهر ان الاولى سلبت عن نفسها شيئا. مش كده؟ كانت تبقى مختاره ما رضيتش. والثاني خد الاختيار قال عشان يسري، يسري ايه؟ يسري حياته ان هو يعني حر. لكن دي ظلم نفسه وجهول، ودي كما ظلمتش نفسها ولا ايه ولا جهول. يبقى اذا علمنا من هذا ان التسخير ايجاد الكائن لمهمة لا يملك ان يتخلف عنها، والاختيار ايجاد الكائن لمهمة خلق مختارا فيها، يعني يأديها يا ما ايه ما يأديها. نقول طيب انت اثبت للمسخرات الخيار الاول، تبقى هي اختارت الاول وخلاص، يبقى ما حرمتش نعمة الاختيار او حرية الاختيار، ما كبسناهاش بالحكم. طب والتانيين ليه ما عملتهمش؟ قال هم اللي ما عملوش، هو الانسان قال ايه وانا خده. ليه؟ لانه اعتمد على مين؟ قال ان عقله وفكره قال لك ارتب واعمل ومش عارف ايه وهو الى ايه لا. ومع ذلك اعطاه الله جانبا من التسخير عشان يبقى كل الكون واخد تسخير وواخد مين؟ واخد اختيار. بس واحد خد الاختيار الاول وبعدين مشى عليه التسخير، وواحد عمل ايه؟ خد الاختيار ايه؟ وبرضه هيمشي عليه التسخير. قال لك ازاي؟ قال لك لان الانسان تتاتى عليه احداث لا اختيار له فيها. يبقى مسخر ولا مش مسخر؟ يبقى لما يقدر يقول لا ما عياش يموت، اقدر ما اموتش، يفتقر ما اقدرش افتقر، مش عارف يقع عليه حجار يموت يجي اوتومبيل يدهسه، يقدر فيدي؟ طب ما هو مخلوق برضه فيه تسخير. ولذلك احنا قلنا الكافر ده مغفل. ليه؟ لانه تعود انه يتمرد، تعود انه ايه؟ في اله يقول لك لا ما فيش اله، يعمل من لا مش عارف. انت متعود التمرد، طب ليه بقى لما يجي لك المرض ما بتتمردش عليه؟ قال لا. طب ليه بقى دي ما انت متعود انك تتمرد؟ يبقى برضه متخذ من مناخيرك مسكر ولا مش مسكر؟ اذا فكل كائن واخد حظه من التخيير وواخد حظه من الايه؟ من التسخير. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا. ساعة ما تقول فلان هو اللي عمل كذا يبقى دي معناها ايه؟ كان العقل اشتغل بمن فعل كذا، مين اللي فعل دي؟ كانها امر مهم قوي. ثم تقول هو الذي صنع كذا، تبقى ما بتجيش في حاجه هايفه كده وتقول يقول مين اللي عمل الحكايه دي؟ افرض انك مريت على بنيه جميله كده وبعدين شفتها كده وتحفه معماريه كده كويسه، يقول مين المهندس اللي عمل دي؟ يبقى كان هو الذي فعل كذا لا تقال الا لامر ايه؟ يلفت النظر وعايزين نشوف مين اللي عمل الايه؟ العمليه دي. فكان شفنا البحر كده وشفنا عطاءاته وبتاع، يقول لك مين اللي سخر البحر ده؟ يبقى اذا كل ما يقول لك على حاجه وهو الذي كذا وهو الذي خلق وهو الذي، يبقى امور ايه؟ امور عجيبه تتطلب منك ان تبحث عن صانعها، مش عمليه سهله كده. وهو الذي يعني قال هو اللي سخر كذا وهو اللي خلق كذا، قال برضه هو اللي سخر الايه؟ سخر البحر. ليه؟ لانه هو لما بيقول ايه خلق السماوات والارض، والارض احنا فاهمين انها ايه؟ يابسه وماء، يبقى لازم يتكلم عن القسم الثاني اللي هو ثلاث ارباع الكون دي، ده ثلاث ارباع الارض ميه، يبقى لازم يقول لي عنها حاجه، يقول لي مين اللي عملها لي دي؟ وهو الذي ايه؟ سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا. سخر البحر قال لك ايوه، اوجده على هيئه لكم بحيث تستطيعوا ان كنتم تاخذوا منه طعام، لتاكلوا منه لحما طريا.
كلمة لتأكلوا دي مش زي التانية وتستخرجون. الفرق بين الاثنين هو دي كتستخرجون حلية، انما هنا تاكل سخر البحر عشان تاكل. ام قال لك لان عطاءاته قد تأتي مرة بدون جهد منك. الماء انحسر كده زي الجزر ولا حاجة وبعدين ساب شوية سمك على تاكله. طب جت موجة عافية كده وراحت نطرة كده برة كده وبعدين نزلت الماء اتسربت وفضل ايه؟ يبقى اذا ما ينحسر عنه الماء وما يلفظه البحر. وبعدين انت اللي لفظ البحر او انحسر عنه الماء هو الذي نبهك الى ان هنا حاجة تتاكل حلوة قوي. طب ما بدل ما نستنى على ما تجيلني ما نبحث عنها باي ايه؟ باي حيلة بقى. يقعد يحتاج بصنارة بس هتجيب واحد بشبك عشان تجيب ايه؟ تجيب. طب ما مش عارف واحنا على البر حرم الشبك. طب ما نقعد في العميق شوية كده. الله، اذا ايه اللي خلاك تروح علشان تصطاد؟ بوسائلك المختلفة، الوسائل البدائية والمسائل الحضرية التكنولوجية. ايه اللي خلاك؟ انك انت ايه؟ البحر يا مالك كده. فكأن اليمية دي بينبهك على اللي فيه، بينبهك على اللي ايه؟ عشان تعمل ايه؟ عشان انت بعدين تحتال وتشوف اللي عشان تحتال وتشوف اللي جوه. يبقى ينحسر المية فيفضل السمك، يا ينطرها من ايه؟ يا ينطرها ليه؟ يوم يلفتك الى ان هنا في شيء. ولذلك قد يلفت الله الى اسرار كنوزه في خلقه، يلفتنا بالفعل زي الحكاية ده ايه؟ وقد يلفتنا بالقول زي ما قال هناك ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. لفتنا الى ان تحت الثرى كنوز ولا لا؟ وهي كنوز العصر، وهي كلها اللي فين؟ اللي تحت. كل كنوز العصر وجينا الامم دلوقتي والشعوب اللي مش عارف ايه هي كلها منين؟ من تحت الايه؟ من تحت الارض. واحنا قلنا زمان انك انت قطعة الارض ده هي اللي عاملة زي البطيخة دي، لو اخذت منها شقة من اول المحيط بتاعه لحد المركز تبقى زي المثلث كده زي الهرم، وخدت شقة تانية من حتة تانية ثم قدرت قيمتها النفعية لخلق الله لوجدت ان هذه تساوي هذه. بس دي مرة ادتها زراعة من زمان ودي ما ادتش وبقت صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجة، وبعدين راحت مديالك اللي ايه؟ التاني. يبقى كل قطعة ايه؟ مساوية لكل ايه؟ لكل قطعة. بس العطاءات لها ايه؟ لها اعمار ولها مواليد. ساعة ما يجي الميلاد بتاعها ربنا يجيبها. وتسخير البحر مش بس ايجاده على هيئه يصنع فيها يعمل لك كذا ويعمل لك كذا، لا، وقد تجد له اشياء. تجد له اشياء، يبقى دي تسخير ايه؟ جانبي. يعني لما سيدنا موسى ضرب البحر بالعصا ايه اللي حصل؟ راح انفلق وكان كل فرق كالطود الايه؟ بقى ميه سائله تبقى زي الجبل. طب خلي وقف لي الميه كده وخليها تبقى زي الجبل ده، ما هو برضه بالتسخير ولا لا؟ طب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ام موسى، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في الايه؟ في التابوت فاقذفيه في اليم. شوف، فليلقه اليم بالساحل، يدي امر للبحر انه ساعه ما يترمي فيه الصندوق ايه؟ ما ياخدش الدوره بتاعت اي شيء، لان البحر ده من ميزاته ان الشيء الغريب عنه يقعد كده يطرد فيه، بس يمكن مسافة طويلة لحد ما يجي فين؟ يجي ما يجي على البر. انما قال له ما تعملش دي بالقانون العام بقى ونفضل للامواج ومش عارف ايه، انا عايز البتاع ده بمجرد ما يتم كده. فليلقيه، يعني ايه لام الامر؟ فليلقيه الايه؟ ينمو بالسهل. وهو الذي سخر البحر، واحنا قلنا البحر هو اللي ماءه ايه؟ اللي ماءه مالح، لان المائيه لها قسمين، مائيه عذبه ومائيه ايه؟ ما هي وهناك ايه؟ هذا عذب فرات سائغ ايه؟ هو الذي مرض البحر، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح ايه؟ اجاج. وبيسموهم الاثنين على التغليب البحرين، مرض البحرين يعني ايه؟ يعني الماء العذب والماء الايه؟ خلطهم ببعض، ومع ان الخلط برضو ايه؟ مش ممكن يسيحوا على بعض كده، برضو تفضل لماء العذب مسارب في الارض، بحيث لو حفرت في سيف البحر المالح برضو يطلع لك ميه ايه؟ قال طب ازاي دي؟
والذي سلكه ينابيع في الارض. اوعى تفتكر انها سايبه على بعضها، ده زي ما تكون في انابيب تمر منها كده وتمر منها كده، ومرار يقعدوا يفجروا حاجه من تحت تطلع ميه ايه، ميه عذبه. مين اللي عاملها دي؟ الحق سبحانه وتعالى. وترى طيب، وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه. طيب ناكل ايه؟ لحما طريا، لحم موصوف مش مطلق لحم. اللحم اذا اطلق انصرف الى ما يؤخذ من الانعام، لكن اذا كلت بلحم طري يبقى المراد به من السمك. ودي مساله اعجازيه في القران. ليه؟ ام قال لك لان السمك ده كل طول ما هو لسه طري، معنى طري يعني ايه؟ ولذلك تلاحظ في العرف كده، وحاجه الواحد يروح يمسك سمك يوم يمسكها يعملها كده، ان انتمت كده واتعملت كده يعني لعبت فيه كده، تبقى لسه ايه؟ تبقى لسه طريه، تبقى صالحه. وان شضبت يبقى اذا دي لحما طريا، يعني بيقول ان خدوها طازه، خدوها ايه؟ طازه. لانها لما تبقاش طازه، احنا انت مثلا تجيب سمكه اصطدتها كده ولسه فيها حياه وترميها في البحر، تعوم ولا تفضل تحت؟ تنزل تحت. طب واذا فسدت بقى؟ تعوم. ليه؟ انتفخت، ولما انتفخت حجمها زاد، وما دام حجمها زاد طبعت الميه بالكثافه ومش عارف قانون الاجسام الطافيه تقوم تطلع كده. ولذلك الطافي النبي نهى عن اكله، ما دام طفى يبقى رم، وما دام رم وفسد يبقى حجمه ايه؟ يزيد. ما دام حجمه يزيد يبقى هيطلب ايه؟ ميه على قد يقوم زي المركب مفعول. انما طول ما هو كده انت تجيب قرش كده وترميه في البحر يحصل له ايه؟ يسقط في القعر. طب امسك القرش دي وهات مطارب كده واطرقه صفيحه قديني كده واتنيها كده وارميها في الميه تعوم. ليه؟ لانها اخذت من الحجم فوق الكثافه تقوم ايه؟ تعوم. كذلك السمك، قال لك بقى انك انت ما تاكلوش لما يدفو، ما تاكلوش لحما طريا. ولذلك تقييده بطري عشان يخرج اللحم الايه العادي. ولذلك العلماء لما يجوا في قسم الاحكام يقول مثلا ايه؟ من حلف ان لا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحنس. ليه؟ أم قال لك لان العرف خصص اللحم بتاع الانعام، خصص اللحم بتاع الايه؟ بتاع الانعام. تاكلوا منه لحما طريا. شوف قال لي تاكلوا يعني ما فيش تكليف منكم، لان صورتين اثنين او الصوره الاساسيه جايه لكم كده هدى. طيب وبعدين قال ايه؟ وتستخرجوا منه حليه تلبس. تستخرجوا ايه؟ تستخرجوا دي بقى فيها عمل ولا مش عمل؟ ديكها ضروريه حياه الاكل. ربنا متكفلها هو اللي اداك لها وقال لك في البحر انتم، انما دي زينه حياه. طرف، وما دام طرف لازم يا اخوات شغل تستخرج بقى وتقعد ايه تختص وتعمل، لان ده مش ضروره. ما دام عايز تتحلى وتجيب فص مش عارف ايه وفص مش عارف ايه لازم تتعب شويه. معناها ايه؟ ام قال لك ان ضروريات الحياه مبذوله، انما طرف الحياه مش مبذوله. اللي عايز يطرف يعمل ايه؟ اللي عايز يرقي معيشته يعمل ايه؟ لا ما يكترش دخله من عرق غيره، يكتر دخله من ايه؟ من عرقه. وتستخرجونه منه حلية تلبسونها. يجي العلماء يقول لك حلية نلبسها تلبسونها، كان يقول يلبسها نساءكم ولا بناتكم ولا بتاعهم. هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يبقى اللي ينشأ في الحلية مين؟ المرأة ولا الراجل؟ إنما هو قال تلبسونها مش تلبسها، قال لك لا. شوف الملحظ الأدائي، لأن زينة المرأة هي لك، لكنك أنت اللي بتزين. أنت عايزة تلبس دي وتلبس دي وتلبس دي، بقى لكنك أنت اللي إيه؟ اللي بتزين. أو أن هذه المستخرجات من البحر مش محرم على الرجال انهم يلبسوها زي الذهب والحرير. قال لك لانها مش نقد، دي كان محرمه علشان ايه؟ نقد. لما دي مش ايه؟ مش نقد. يبقى خدنا الايه؟ وهو الذي سخر البحر
لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. مش تلبسونها ده الشائع الغالب يعني، انما يصح حلية تعملها في اي حاجة، تعملها في عصاية، تعملها في اي حاجة تلبسونها. وبعدين وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك مواخر فيه. شوف كلمة وترى الفلك، احنا كلمة الفلوكة زي ما بيقولوا المركبية ما بتتقالش للمركب الايه الكبيرة الاول، لان ما كانش فيه الحاجات اللي موجودة دي كانت كلها ويصنعوا الفلك. دليل على ان اول نوع ما عمل الفلك ما كانتش الحكاية دي موجودة. ولذلك وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه ايه سخروا منه، لو انها حاجة عادية ما كانوش يسخروا. اذا اللي اوحى بفكرة الفلك ايه؟ اصنع الفلك باعيننا. طب ومين قال له بقى ان الخشب لما ينعمل بالشكل الخاص ويترمي في المية ما يغطسش لان الكثافة بتاعته قد كده والكثافة المية اكتر وتشيله مين اللي قال؟ ما دام قال له بقى يعني يبقى احنا اللي بنقول. طب وكانش الاول في مسامير؟ اما قال لك يربطها بالحبال. طب مين الراجل اللي عمل بتاع البرد دي مش قاعد يربطها بالحبال عشان يعمل بقى الاطلنط ويوقع بقى مش عارف ايه كتب الحبال وحملناه على ذات الواح وايه وكمان الجري بتاعها باعيننا برضه. طب هل كان في بواخر في ايام القران ده ما نزل في بواخر كده والبخرة كم دور كده وماشية زي الجبل كده؟ قال لك انما لما يتكلم تكلم عن الفلك كبدائية الاشياء. وبعدين يقول في آية تانية وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام. ثم ساعة ما نزل القرآن كان فيه الكلام ده؟ ما كانش حد يعرف الكلام ده. انما جت ولا ما جتش؟ يبقى انا لما اقراها دلوقتي اقول يا سلام ده اللي قال القرآن ده عالم بما يجده، بما يجده مش بقهريات الاقتدار، باختيارات البشر. شوف التحكم بقى دي باختيارات مين؟ باختيارات الايه البشر. وترى الفلك مواخر فيه. الماخر هو الذي يشق حلزومه الماء، الحلزوم يعني الصدر. ولذلك تجد اللي بيصنعوا المراكب يعمل المقدمه ايه حاده مش عريضة كده، لا كده عشان تعمل ايه؟ عشان تبقى زي راس الحربة تشق كده. ومواخر يعني تشق المية بخرير. ولذلك انت تشوفها كده تلاقي ايه؟ تشق. وترى الفلك مواخر فيه. يبقى الاول اللي تأكلوا منه ايه؟ وبعدين تستخرجون منه ايه؟ حلية من البث. وترى الفلك مواخر ايه؟ فيه. ولتبتغوا، لا ده معطوفة مش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله. إذا رؤيت البواخر ماخرة في البحر عايزة برضه عايزة لذة. كن ماشية كده على مية والمية أصلها لينة وفيها جسم جامد، وإزاي اللين ده يحمل الجامد؟ مسألة المسألة. ولذلك مش في ناس بيركبوا اللانش كده ولا بتاع عشان يتفسح في البحر، ولا له غاية إنه يروح لا يصطاد ولا يعمل أي حاجة. دي وترى الفلك إيه؟ مواخر، حد تعب فسحه بس كده، مش عايزين نعمل اي حاجه. ولذلك ما قالش لتبتغوا ولتبتغوا من فضله، دي حاجه ثانيه. ولتبتغوا من فضله تحمل متاعكم وتروح البلاد اللي ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش مثلا تروحها، تروح رحله علميه، تروح رحله استثماريه، تروح اي حاجه. ولتبتغوا ايه؟ من فضله ولعلكم تشكرون. ساعة ما تقول له والله أنا هجيب لك الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني لعلك كده تشكرني ولا تحمدني، كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر، كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر. فبيقول أنا بعمل لك ده وبعمل لك ده وبعمل لك ده، لا إياك إيه زي ما تقول له إياك يثمر فيك يعني، كأنه عمل عظيم ولا مش عظيم. ولذلك في المعلومات وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مش كده؟ وبيدي صورة عدم العلم بأنه أمي. أمي يعني إيه؟
زي ما نزل من امه. معنى ام يعني زي ما نزل من ايه؟ ما فيش عنده حاجة. وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. كل ما تجيلك علماية كده تقول يا سلام، ما تقول جعل لي السمع دي عرفت العلماية دي، جعل لي العين شفت دي، جعل لي الفكرة عشان اطلع دي. يبقى اذا كلمة لعلكم تشكرون لا تقال الا في سرد نعمتك اثارها واضحة ملحوظة، وفي العقل العادي والفطرة العادية تستحق ان ايه؟ انها تشكر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مش بس ما قال لعلكم تشكرون، لان لعلكم تشكرون تبقى نتيجة تأكلون من ايه؟ لحما طري وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه، ده بتاعت النزهة بقى والفانتازية مش كده؟ وبعدين ايه؟ وتبتغوا من ايه؟ ما قالش بعمل دي كلها لعلكم تشكرون، لا، وايضا سخرته ولعلكم تشكرون من دون التسخير. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، القى في الارض رواسي ان تميد بكم، يبقى دلني على ان الارض خلقت ايه؟ مراحل. ما دام القى في الارض ايه؟ رواسي. يقول لك ايه؟ ما هي الايه الثانيه شرحت الحكايه دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه؟ العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى لخلق تاني. الله، يبقى إذن جرم الأرض العام انخلق وبعدين عمل إيه لها إيه؟ الرواسي. الرواسي ليه بقى؟ علشان ترسيه. ما نقول مثلا وقدور الراسيات يعني ايه؟ اما قال وقدور الراسيات يعني سبت، والقدور الراسية السبتة دي تدل على النعمة الكبيرة والجاه، مش حلل ناخدها ونغسلها ونطلعها ونحطها في الدولاب، ده حلل لها مباني، مبنى كده وقاعدة الحلل. وقدور الايه؟ ده بتاع سيدنا داوود. يعني ده دليل على انها ايه؟ على انها حاجات ايه كتيره ما تتنقلش. فما دام ما تتنقلش نعمل القدر بقى يسع له جمالين ثلاثه، وده بقى هنبقى نشيل حليته ازاي دي؟ لا، ابنها وخلوها ايه؟ وخلوها راسي. يبقى الراسي هو الذي ايه؟ يسبب. طب حتى لا تميد، يعني ايه؟ اما لو ان الارض مخلوقه على هيئه الاستقرار لما مادت. إذا هي مخلوقة على هيئة الحركة، والحركة دي هي اللي جيب لها الميادات. وماذا الشيء؟ وأقول عشان ما تمدش بك. وإيه الميادات؟ إيه هو الميادان؟ التأرجح يمينا إيه؟ وشمالا، وعدم استقرار الجلم على وضعه. ولذلك يقول لك اللي بياخد دوار البحر بيعمل إيه؟ خلاص كده؟ إذا ما دام عملها رواسل الأرض يبقى الأرض مش مخلوقة على هيئة الاستقرار. يبقى لازم مخلوق على هيئة الحركة، مخلوق على هيئة الايه؟ الحركة. وإلا لو كانت مخلوقة مش على هيئة الحركة ما تقولش حتميت، ما تقولش ايه؟ حتميت. ولذلك هيجي في آية تانية يقول وترى الجبال انت تتصورها وتتظنها جامدة مع انها تمر مر السحاب. طب وما دام الجبال اوتاد وراسية في الارض كده، يبقى الجبال تمر مر السحاب والارض زي ما هي ولا هي والارض بقى؟ هي والارض. وكلمة تمر مر السحاب تدل على ان حركتها ليست حركة ذاتية، وانما حركة تابعة للارض. زي السحاب حركته مش ذاتية، بانما هو تابع لمين؟ للريح. والى اللقاء.